هنروح للتحليل طبعا. قبل بس نحلل كابتن، انا رساله لبريرا الخبير فيتور بريرا البرتغالي. في البدايه يعني احنا وقلنا دايما من خلال الاستوديو التحليلي وقناه الاهلي احنا بندعم هذا الرجل وبنقول ان احنا معاك وبندعمك وبنساندك، ولكن احنا بقى لنا شهر ونص كابتن ايمن لحد دلوقتي لسه ما شفناش بصمات الخبير الاجنبي على التحكيم. قيل ان هو عين طاقم التحكيم في كاس مصر، مفيش مشكله خالص، ولكن احنا نفسنا نشوف ايه اهدافك، خطه تطويرك ايه هي. النهارده بنشوف الحكام بتتكرر يا كابتن ايمن، الاسبوع 24 بيكرروا، النهارده الاسبوع 25 عندنا حكام صاعدين يا كابتن علاء، عندنا حكام صاعدين وقاعدين. يا ريت حضرتك تحط ايدك على التعيينات وتقول لنا ايه فلسفتك وتقول لنا ايه خطتك في الفتره اللي جايه، لان انت النهارده بقالك شهر ونص. اعتقد من وجهه نظري لابد ان يكون في شغل نتيجه او مقابل. وخطته التطوير طبعا، ولكن التطوير. هل التطوير بيبقى سريعا كده يعني تشوف نتائجه على طول مثمره كده؟ لا انا ما بتكلمش على التطوير، هو اولا ما قالناش هو ايه خطه تطويره، دي نمره واحد. لكن انا بتكلم على ملف تعيينات، انت حضرتك بقالك شهر ونص شفت الحكام يا كابتن شريف كلها، اكيد عرفت مستوى اداء الحكام، ولكن عندنا في حدود 47 حكم 50 حكم، فتدي الفرصه للناس. انما ما كررش حكام وفي اخطاء. النهارده عندنا نادر قمر الدوله كان بيلعب في اسبوع 24، النهارده بيلعب في اسبوع 25. بقول يا نادر رساله ليك، يا ريت تشوف المباراه. يا جماعه مش معنى النادي الاهلي كسب النهارده 3-0 مفيش اخطاء، لا في اخطاء تحكيميه واخطاء مؤثره في نتيجه المباراه. يبقى رساله لبريرا، نشوف بقى شغلك بقى، نفسنا نشوف شغلك. نادر شوف المباراه النهارده وشوف الحالات اللي جايه دي، مهمه جدا 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 نادر، بصرف النظر عن اداء النادي الاهلي ونتيجه 3-0 دي، في اخطاء تحكيميه كابتن عادل النهارده في المباراه اثرت في نتيجه المباراه، رغم ان هي اخطاء مؤثره بالظبط كده.